السلام، معكم عدنان دلهيم من قناة حياة التقني، ورجعنا لكم بحلقة جديدة تابعة للسلسلة الطرق التخطئ في الجوجل أكاونت. هل هي الطريقة جدا جدا سهلة، ولكن بالمقابل من أكثر الطرق الفعالة حاليا؟ فبدون أي تأخير، هلا يا مرحبا. وبداية رح تقوم بتثبيت تعريفات سامسونج بالشكل الطبيعي، رح تلاقي رابط لتحميلهم بالوصف تحت الفيديو. وحاليا كل اللي نحتاجه هو هذا البرنامج، رح تلاقوا رابط لتحميله بالوصف تحت الفيديو. رح تقوم بتثبيته بالطريقه الاعتياديه، رح تضغط على كلمه نيكست، رح يطلب منك باسورد. رح تلاقي في ملف في بقلبه الباسورد، رح تعمل له كوبي، رح تروح على المثبت الخاص بالبرنامج، رح تعمل لصق للباسورد. بعد ما تضغط كلمه نيكست رح تثبت البرنامج بالشكل الطبيعي. بعد ما تثبته طبعا فعل خيار انه يعمل لك شورت كات على سطح المكتب، رح يطلع عندك البرنامج بهذا الشكل. رح تقوم بتشغيله كمسؤول، هتفتح عندك هاي الواجهة البسيطة. رح تقوم بتحديد جهازك من هاي القائمة. لازم تحدد رقم طراز جهازك بالضبط، يعني إذا كان في فرق حرف ما بيمشي الحال. بعد ما تحدد جهازك رح تضغط على كلمة Remove FRB. وحاليا معنا جالكسي جي 5 عليه حماية S1. هلا هاي الحماية ما في ولا ثغرة شغالة عليها مثل ثغرة الطوارئ أو ثغرة سماعات البلوتوث. فبعد ما يطفي الموبايل رح تضغط على زر الباور وزر خفض الصوت وزر الهوم. بعدين نضغط على زر رفع الصوت، وبهي الحالة بنكون صرنا بوضع الداونلود. حاليا نوصل الموبايل بالكمبيوتر. وبعد ما دخلنا الموبايل بوضع الداونلود وصلناه بالكمبيوتر، رح تضغط على كلمة سكان. رح تلاقي نطلع لك انه تعرف على الجهاز جنب كلمة بورت. بعدين نضغط على هاي الكلمة، ما بعرف شو هي الكلمة، المهم نضغط عليها. رح تلاقي بدأت عملية ريموفينج FRB. وطبعا هتلاقي في خط عم يمشي على شاشة الجهاز. وبعد ما يخلص عملية الريموفينج FRB رح تلاقي الجهاز عمل إعادة تشغيل، والجهاز رح ياخذ حدود 5 لـ 6 دقائق حتى يفتح. بعد ما يفتح الجهاز رح تلاقي انه الجهاز فتح مباشرة على الواجهة الرئيسية، يعني ما طلب واجهة الترحيب ابدا. هلا بهاي الحالة رح تواجه مشكلة، انه اذا رحت على تخزين رح تلاقي انه الجهاز اخذ مساحة النظام فقط، يعني مثلا اذا ذاكرة جهازك 16 جيجا 32 جيجا رح تلاقي انه الجهاز اخذ فقط 4 جيجا من ذاكرة الجهاز. فبكل بساطة هتروح على الضبط، بعدين على باك اب اند ريسيت، ورح تعمل فاكتوري ريسيت للجهاز، او بمعنى اوضح رح تعمل ضبط مصنع للجهاز، ورح تلاقي المشكلة انحلت والذاكرة طلعت بالشكل الطبيعي بدون اي مشاكل. وهذا كان كل شيء لليوم. اذا لقيتوا الفيديو كان مفيد لا تنسوا تدعمونا بعمل مشاركة للفيديو واشتراك للقناة، هيك بطريقكم، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، ورح تلاقوا رابط صفحة القناة على الفيسبوك بالوصف تحت الفيديو، تابعونا عليها. واذا عندكم اي سؤال ما في اي مشكلة. كان معكم عدنان دلهيم. سلام عليكم.